والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. أما هذه فهي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 31-19 الطقس حار، الإسكندرية 24-17 الطقس معتدل، مطروح 23-16، بورسعيد 25-18، الإسماعيلية 31-18. أما عن السويس ف 30-18، العريش 25-16، طابة 30-19، شرم الشيخ 34-25، الغردقة 34-24. ننتقل إلى الأقصر 41-24 الطقس شديد الحرارة، أسوان 44-26، الوادي الجديد 37-23، شلاتين 36-22، أخيرا حلايب 35-21. أما الآن فنستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.